السلام عليكم، ويلكم باك بريمير فور. هنبدأ ان شاء الله في الفيديوز دي نبدأ نشتغل او نشرح مع بعض الكونسبت 2. احنا اتكلمنا الفيديوز اللي فاتت، شرحنا كونسبت 1 اللي بيتكلم عن الادابتيشن ان ليفينج اورجانيزمز. طبعا هي اليونت كلها عندنا بتتكلم عن ليفينج اورجانيزم، وكل طول الوقت تقريبا بنكملين في الادابتيشن برضو. اوكي، واتفقنا الادابتيشن الليفينج اورجانيزمز بتعمله علشان تو سرفايف اند ريبروديوس وسرفايف ان ذير انفايرمنت. هنتكلم عن برضو جزء تاني بيكمل معانا في الادابتيشن، اللي هو بيتكلم عن الايه، senses at work. يعني ايه senses at work؟ يعني ازاي السنس بتشتغل. هما ايه السنسز دول اصلا؟ طبعا السنسز عندنا اللي هي الحواس الخمسة، اكيد طبعا خدناهم قبل كده في الانجليش، في الساينس، في ايه، في العربي اتكلمنا عن السنسز دي. احنا عندنا 5 senses، اللي هو عندنا السايت، النظر او الرؤية او الفيجن، طبعا دي باي ايه، باي اي، كان سي وذ اي. عندنا الهيرينج، طبعا وي كان هير باي ايه، باي اير. عندنا السميلينج، طبعا وي سميل باي ايه، باي نوز. وي كان تاتش او التاتشينج، بنلمس عن طريق السكن، جلدنا هو اللي بيحس طبعا، سواء السكن في الليجز او في الهاند او كده. وعندنا كمان السنس نمبر 5، التيستينج، تيستينج التذوق with a tongue. اوكي، وي هاف 5 senses اللي هم ايه، سايت او فيجن، سايت او وي سي with اي، هيرينج وي هير with ear، سميلينج وي سميل بنشم باي نوز، تاتش التاتشنج او اللمس عن طريق السكين اللي هو الجلد، يعني هو اللي بيحس بالتاتشنج، الحاجه الهوت والكولد، الحاجه الرف او السموز باي تاتشنج. تيستنج التذوق، وطبعا التانج مش الماوس كله، لا هو التانج هو الاورجان اوف تيستنج اللي بيدوق عندنا. احنا طبعا كهيومن بنستخدم الفايف سنسز دول تو ايدنتيفاي ذا اوبجكتس اراوند اس، تو ايدنتيفاي عشان نقدر نتعرف على كل حاجه حوالينا، بنستخدم الفايف سنسز دي. طيب الانيمالز كمان عندها سنسز، يعني كل الانيمالز عندها سنسز، بس سواء في عندي سام انيمالز، بعض الانيمالز بيكون عندها حاجه اسمها سوبر سنسز او اكسترا اوردينري سنسز. اوردينري معناها عادي، اكسترا اوردينري يعني غير عادي، فائقه، او سوبر سنسز يعني حواس قويه جدا عن الهيومن. فور اكزامبل عندنا طبعا لو احنا جينا مثلا نشوف الاول، مثلا الاول اللي هي البومه عندها اكسترا اوردينري سنس في الهيرنج والسايت. الهيرنج عندها بتسمع قوي جدا، والسايت الرؤيه عندها قويه جدا، تو ايبل ايت تو فايند فود او فايند براي. الدوجز عندهم شارب او سوبر هيرنج اند سميلنج، طبعا ايه عشان كده ليه بنستخدم الدوجز في الجاردنج، جاردنج يعني الحراسه، مش معنى الدوجز اللي بنستخدمها، لان الدوجز عندهم سوبر هيرنج اند سميلنج، فبالتالي بيقدروا يتعرفوا على الاشخاص بسهوله. الايجيبشن مونوجوز، مونوجوز ده اللي هو النمس، يعني اللي هو شبه من فصيله العرسيات او زي العرسه يعني. المونوجوز ده، الايجيبشن مونوجوز ده بيعمل ايه بقى؟ الايجيبشن مونوجوز ده بيميك ساوندز، بيطلع اصوات كده، فبيكوميونيكيت مع المونوجوزز الثانيه، فبيلموا بعض بقى، كل واحد بيطلع صوت كده فيلموا بعض ويعملوا جروب كده تو سيرش فور فود، عشان يروحوا يتجمعوا يجيبوا الايه، الفود بتاعهم. يبقى احنا كده عندنا السنسز بتاعه الانيمالز او الهيومن، كمان بنستخدم السنسز تو كوميونيكيت ويذ ايتش اذر، بنتواصل مع بعض اند ايدنتيفاي او ادابت ويذ انفايرمنت. فور اكزامبل عندنا لما نيجي نشوف حاجه في عندها سوبر سنس زي الايه، زي عندنا الدولفين. هو اصلا الانيمالز عموما، يعني الهدف من الانيمالز، ربنا خلقها يعني عندها شهوه الفود، بتاكل، هي بتاكل وتشرب وتنام وتتكاثر، ما عندهمش علم يتعلموه، ما عندهمش وطن عايزين يبنوه زي الهيومن يعني، لكن ما عندهمش بقى ايه جنه ونار وحساب، لا الانيمالز ربنا خلقهم كده يعني ايه، عشان يعملوا بالانس في الايكو سيستم. فالانيمالز الهدف من الادابتيشن عموما عند الانيمالز او السنسز بتاعت الانيمالز، تو جيت فود او فايندينج فود، فايندينج فود للايه؟ عشان يبحثوا عن الاكل. الحاجه الثانيه بروتكت ذير سيلز، protect their selves، يحموا نفسهم، يبقى to protect themselves او and a find food. يبقى الانيمالز ليه بتعمل السنسز بتاعت الانيمالز، استخدمها في ايه؟ بتستخدم السنس بتاعتها in finding food
and protecting themselves ويحموا نفسهم. طيب for example عندنا نشوف مثلا ايه الدولفين. الدولفين من الكائنات اللي السايت عندها او النظر عندهم بعافيه شويه، فبيعتمدوا على الهيرنج السمع. هم بقى عندهم سوبر سنس في الهيرنج، عندهم سوبر هيرنج او عندهم اكسترا اوردينري هيرنج. في حاجه اسمها ايكو. يعني ايه ايكو؟ ايكو ده يعني صدى صوت، حاجه كده زي الريفليكشن اوف لايت. لو انا عندي اي اوبجكت اوكي وبعدين جه عليه الساوند، فالساوند بيحصل له ريتيرنينج باك تاني او بيحصل له باونسنج اوف. ريتيرنينج باك اوف ساوند او باونسنج اوف ساوند ده اللي بنسميه الايكو، اللي هو صدى صوت. عارف لما تكون مثلا واقفين في مكان واسع قوي كده او واقف فوق السطوح مثلا وتقعد بتطلع تنادي على حد تلاقي الصوت بيتردد كده، الترديد بتاع الصوت ده بنسميه ايكو. يبقى الايكو هو عباره عن ريتيرنينج باك او باونسنج اوف ايه اوف ساوند ويفز وين ات هيت ا سوليد سيرفيس، لما تخبط في حاجه سوليد. يبقى الايكو اللي هو الصدى ده ذا باونسنج اوف ايه اوف ساوند ويفز وين ذي هيت ا سوليد سيرفيس، لما بيخبطوا في حاجه سوليد. طيب ازاي بقى الدولفين بيستخدم الايكو؟ الدولفين بيطلع ساوند الصوت، فالصوت بيهتس بيخبط في البراي الفريسه او في البريديتور المفترس اللي ممكن يفترس الدولفين او في اي حاجه، وبعدين يحصل لها ريتيرنينج باك ترجع تاني، فبترجع للايرز بتاعت الدولفين، فالدولفين هيرز يسمع الساوند دوت فيعرف ان في حاجه قريب منه يبعد عنها، او لو هي براي فريسه يقرب منها علشان ياكلها. ده بقى بنسميه ايه؟ بنسميه ايكو لوكيشن. ايكو لوكيشن، ايكو يعني صدى ولوكيشن يعني مكان. فايكو لوكيشن خاصية تحديد الأماكن عن طريق استخدام الإيكو بتاع الساوند. الإيكو لوكيشن هي بروبرتي، صفة موجودة عند بعض الأنيمالز زي البات وزي الدولفين، بتستخدمها ليه؟ تو ديترمن، عشان يحددوا الإيه؟ اللوكيشن أوف إيه؟ أوف أوبجيكتس. من خلالها بيحددوا اللوكيشن بتاع أي حاجة من غير ما يشوفوها. يبقى الايكو لوكيشن عباره عن بروبرتي، صفه بيستخدمها بعض الانيمالز لايك دولفين تو ديتيرمين ذا لوكيشن اوف اوبجكتس، بيقدروا يحددوا مكان الاوبجكتس. يبقى احنا كده الدولفين عنده سوبر سنس في الهيرنج، فبيستخدم الايه؟ ايكو لوكيشن. فور اكزامبلز عندنا في مثلا سم انيمال زي الفوكس. الفوكس بيعمل ايه؟ الفوكس عنده سوبر هيرنج اند سايت. الهيرنج عنده قوي جدا والسايت عنده قوي جدا، ف to avoid danger يقدر يحمي نفسه من الخطر. الكاميليون، الكاميليون دي طبعا اتعرفنا عليها في الكونسبت اللي فات اللي هي الحربايه، عندها برضه سوبر سايت اند تيست، يعني النظر عندها قوي جدا والتيست بتقدر تدوق الحاجه وتعرف هو باد تيست او جود تيست من قبل ما تاكلها. وكمان عندنا التانج بتاعها فيري لونج، يعني التانج بتاعها طويل جدا، فقلنا عندها ستراكشر ادابتيشن، عندها very long sticky tongue، يعني التانج بتاعها او اللسان طويل كده وايه وبيلزق في البراي، فهي عندها super sight and taste to find food. الدوج طبعا عنده السميلنج وعنده السايت وعنده الهيرنج كمان، فالدوج من الكائنات من الحيوانات اللي هي وفيه جدا، اللي بيقدر يتعرف على الفريندز بتوعه، فعنده جود سميل اند سايت او سوبر سميل اند سايت تو ريكوجنايز فريندز، بيقدر يتعرف على الاصدقاء. المونكي، المونكي طبعا زينا كده بيتاتش والسميل والسايت والتيست والهيرنج زينا، تو ايدنتيفاي اوبجكت او ايدنتيفاينج، بيقدر يتعرف على الاشياء. المونكي من الحيوانات او الانيمالز الذكيه اللي فيه تصرفات شويه ايه بتبقى شبه الهيومن يعني، فهو عنده السنس بتاعته برضو، عنده التاتش السميل السايت التيست الهيرنج، كله عنده جود او سوبر سنسز تو ايدنتيفاي اوبجكتس، بيقدر يتعرف على الاوبجكت. نيجي برضو عندنا في ليسن 2 بندينا اكزامبل على حاجه اسمها نكتورنال انيمالز. نكتورنال انيمالز، نكتورنال انيمالز، نكتورنال او نكتورنال، نكتورنال انيمالز او نكتورنال انيمالز اللي هي الحيوانات الليليه. النكتورنال انيمالز اللي هي الانيمالز اللي بتكون اكتف ات نايت. انيمال ما بتقدرش تخرج في الديورنج داي لعده اسباب. في بعض الانيمالز ما تقدرش تخرج تهانت تصطاد ديورنج داي اثناء النهار لاسباب معينه، فذي ايه ذي ار اكتيف ات نايت، يعني بينشطوا بالليل وسيرش فور فود، بيدوروا على الفود بتاعهم ات نايت. دول بنسميهم نكتورنال انيمالز. يبقى النكتورنال انيمالز ذي ار انيمالز ذات بيكم اكتيف ات نايت تو لوك فور ذير فود. انيمالز ذات بيكم اكتيف ات نايت تو لوك فور ذير فود، بيبقوا نشيطين بالليل عشان يدوروا على الفود بتاعهم. طب ايه الريزنز او الاسباب اللي تخليهم اكتيف ات نايت مش ديورنج داي؟ مثلا
الاكستريملي هوت بليسز، لو هم عايشين في مكان اكستريملي هوت، مكان حار جدا زي الديزرت، فلاقي معظم الانيمالز في الديزرت ما تقدرش تخرج during day، الجو بيبقى very hot، فبيخرجوا at night to search for food. Some animals hunt food that is only available at night. في animals تانية ما بتلاقيش الفود بتاع غير بالليل، يعني nocturnal animals هيصطاد nocturnal animal تاني، فهيخرج له بالليل او هيقابله فين بالنهار. Some animals depend on darkness to hide from their prey and surprise them. animals تانية بتحتاج الدارك، بتحتاج الضلمة عشان تسربرايز، تفاجئ الايه البريز بتاعتهم. some animals depend on darkness، بتعتمد على الظلام عشان هايد يقدروا يستخبوا and ايه and hunt their preys. اوكي، فالنكتورنال انيمالز طبعا عشان تقدر تبقى اكتف ات نايت محتاجه سنسس معينه غير السايت. يعني باي ذا واي، لو هو هيصطاد في الضلمه هيبقى يحتاج يبقى عنده سنس تاني غير السايت يقدر يعتمد عليه، وممكن يبقى عنده السايت بتاعه قوي يعني، بس هو في عموما لو انا مثلا هيصطاد بالليل او مفيش لايت اصلا خالص يبقى بيدور على سنس تاني غير السايت. لكن احنا عندنا النكتورنال انيمالز بيبقى عندها سنسس على حسب نوع الانيمال، عندها سوبر سنسس معينه to a to hunt at night او to be active at night. For example عندنا البات. البات من النكتورنال انيمالز او النكتورنال انيمالز اللي زيه زي الدولفين، ديبندس اون ايكولوكيشن. قلنا ايكولوكيشن يعني ديتيرمين لوكيشن باي ايه؟ باي ايكو. بيقدر يحدد مكان الاوبجكت عن طريق الايكو اللي هو الريفليكشن بتاع الساوند. اللي هو الساوند بيحصل له ايه؟ ريفليكشن، بينعكس، فبيوصل للاير بتاع البات في ايه؟ هيرز الساوند دوت، يعرف ان في حاجه قدامه. يبقى هو ديبندس اون ايكولوكيشن تو ايه؟ to find its food or to find prey. طب البات والدولفين قلنا الاثنين بيعتمد على الايكولوكيشن تو فايند ايه؟ تو فايند فود. لكن البات نكتورنال ما بيصطادش غير بالليل، انما الدولفين شغال ليل ونهار عادي، لكن البات نكتورنال انيمال. الاولز البوم، طبعا البومه احنا مميزه قوي عندنا بشكل الهيد بتاعتها، شكل راسها. الاولز عندهم فيري شارب سايت اند هيرنج، عندهم بقى ايه اللي قوي؟ السايت والهيرنج، عينها قويه جدا والهيرنج عندها قوي جدا، رغم ان الاير بتاعتها مش باينه بس عندها الايه الهيرنج عندها فيري سترونج، يبقى عندها شارب سايت اند هيرنج. الاولز فيس شكلها عامل ازاي؟ طبعا ده ستراكشر ادابتيشن. الشيب بتاعها اتس ا بول شيبد فيس. بول شيبد يعني شبه الطبق كده، مدور كده زي الطبق. بول شيبد فيس ليه ستراكشر ادابتيشن معين وليه شكل معين للفيذر وذ سبيشال تايب اوف فيذرز، يعني الريش بتاعها اللي على الهيد كده مختلف عن الريش اللي في الايه ان ذا از ان اولد بودي، فهو مختلف شويه. ليه بقى كده؟ تو دايركت ديستانت ساوندز انتو ذا اولز اير، عشان توجه الاصوات البعيده للاير بتاعتها. او تو هير عشان تسمع الايه الفار ساوند، عشان تسمع الاصوات البعيده. يبقى هي عندها شكل الشيب اوف ايه اوف هيد، عندها بول شيبد فيس شكلها شكل الطبق كده. اوكي، عندها سبيشال تايب اوف فيزر، في شكل معين او نوع معين من الفيزر في الهيد بتاعتها. ليه؟ تو هير عشان تسمع الفيري فار ايه الفيري فار اوبجكتس او فيري فار ساوند، تسمع الاصوات البعيده. عندها لارج ايز، الايز بتاعتها لارج كده اند وايد، كبيره كده وعريضه. طبعا برضو تو سي عشان تقدر تشوف الايه الفيري تايني اوبجكتس او تشوف الحاجات الصغيره جدا ات نايت، تقدر تشوف الحاجات الفار اواي او الحاجات التايني الصغيره ات نايت. الهيد بتاعتها برضو عندها ability to turn in all direction، راسها بتلف كده، راس الاول بت ايه بتيرن بتتحرك in all direction، بتلف راسها طبعا to search for food everywhere، تقدر تلف كده بتدور على الفود قدام ورا هنا هنا، بتكان ايه search for food in all directions. يبقى الاول شيب بتاع الهيد بتاعها والفيس بتاعها الهدف منه ان هي see and hear the far object. see and hear the far a far object، بيقدر تسمع الحاجات البعيده. لو هي واقفه على بعد مثلا فوق شجره، الشجره طولها مثلا 20 متر وفي مثلا سنيك او في رات وسط الجراس كده، بتقدر تشوفه حتى لو بالليل، بتقدر تشوفه وتسمعه وتهانت ايت او تقدر تصطاد، لان هي عندها سترونج سايت اند هير. كل السنسز بقى مرتبطه بمين؟ بالنرفس سيستم. طبعا احنا كده ده ثالث سيستم هناخده عندنا في اليونت دي. احنا خدنا سيستم تو سيستمز، البادي سيستمز اللي هو ايه؟ اللي هو النيرفس سوري الدايجستيف والريسبيراتوري. قلنا الدايجستيف سيستم اللي هو دايجستيف فود، بيهضم الفود، والريسبيراتوري سيستم اللي هو مسؤول عن البريسنج او التنفس.
الاثنين بقى كنترولد باي بحاجه تانية اسمها نيرفس سيستم. نيرفس سيستم هو الجهاز العصبي، نيرفس سيستم هو الكنترولنج اللي بيعمل كنترول، اللي بيتحكم في كل الفانكشنز في البودي. النيرفس سيستم هو المسؤول عن السنسز، الحواس كلها. المامالز، مين المامالز؟ اللي هي الثدييات، اللي هي الكائنات اللي بتولد، زي الهيومن، زي الدوجز، زي الدولفينز، زي الـ الـ الكاتس، الاليفنتس، اللاينز، كل الحيوانات اغلبها بتبقى مامالز، والبيت برضو من المامل. المامالز زي الهيومن والايه والانيمالز، دول بيكونوا مامالز، كائنات يعني بيسميوها ثدييات. نفس النيرفس سيستم تقريبا عندنا وعند الانيمالز واحد. بيتكون من ايه بقى النيرفس سيستم؟ بيتكون من برين، سباينال كورد، نيرفس. برين، سباينال كورد، نيرفس. اول حاجه البرين هو المخ، ده عباره عن بلوك كده يعني كتله كده من النيرفس بتبقى موجوده جوه السكال، اللي هي الجمجمه طبعا عشان تحميه. البرين دوت بيبقى مرتبط او متوصل بحبل اسمه كون سباينال كورد. بصوا كده، هنا البرين جوه السكال، السباينال كورد ده جوه الباك بون اللي هو العمود الفقري، فالاثنين كونكتد توجذر، متوصلين ببعض. البرين هو المين كنترول سنتر ان ذا بودي. مين كنترول سنتر يعني المتحكم الرئيسي في البودي، يبقى اي جزء في البودي مين المتحكم فيه؟ البرين اللي هو المخ. طب السباينال كورد ده بقى ده السكرتير بتاعه، دايما بنشبه البرين بالمدير. السباينال كورد ده السكرتير بتاعه. السباينال كورد بقى عباره عن كورد يعني حبل موجود جوه الباك بون كونكتد تو برين، متوصل بالبرين، وعباره عن بيج نيرف يعني عصب كبير كده متوصل بالبرين وموجود جوه السباينال جوه الباك بون. بعد كده السباينال كورد برانشد بيتفرع لنيرفس، بيتفرع لايه؟ نيرفس اللي هي الاعصاب. الفانكشن بتاع السباينال كورد هو اللي بيوصل البرين لبقيه البادي. بصوا السباينال كورد اهو خارج منه النيرفز، تمام؟ فعشان البرين يتوصل ببقيه البادي عن طريق مين؟ السباينال كورد. يبقى السباينال كورد هو بيج نيرف كاريز مسجز، بيشيل الرسائل بقى والرايح جاي كده بين البرين اند ايه بادي بارتس، البرين وبقيه البادي بارتس اند فايس فيرس. طب النيرفز، طبعا السباينال كورد مش واصل لكل حته زي ايه زي النيرفز، يعني السباينال كورد هو نفسه جوه الباك بون لكن برانشد متفرع لنيرفس. النيرفس دي هي اللي واصله لكل البادي بارتس. يبقى النيرفس هي ديستريبيوتد يعني اللي هي الاعصاب ديستريبيوتد ثرو اوت ذا بادي، منتشره جوه البادي كله، بتربط السنس اورجانز كل الحواس بقى بالايه بالبرين وبالسباينال كورد. الفانكشن بتاعت النيرفس هي كاري مسجز زيها زي السباينال كورد بالظبط، يعني هي اصلا جايه منه، كاري مسجز فروم برين تو سباينال كورد اند اذر بودي بارتس اند فايس فيرسا. فايس فيرسا معناها العكس صحيح، يعني هي بتودي وتجيب، بتودي وتجيب. اوكي طبعا كده انا عندي معظم النيرفز خارجه من السباينال كورد، بس في نيرفز ثانيه متوصله دايركت بالبرين زي النيرفز بتاعت الاي. النيرفز بتاعت الاي بتبقى متوصله دايركت بالبرين. هنا بيقول لي طيب انا دلوقتي ازاي بنحس، يعني ازاي الفيلينج ده او الاحساس ده بيجي منين؟ كل اورجن بيبقى عليه ريسيفر، ريسيفر حاجه بتستقبل، عارفين انت الريسيفر اللي هو الطبق بنحطه فوق السطح عشان يستقبل القنوات. فاحنا عندنا في ريسيفرز تبقى بنسميها ريسبتورز، ريسبتورز مستقبلات. في عندي حاجه اسمها سنسري ريسبتورز. سنسري ريسبتورز عباره عن نيرفس اعصاب موجوده على الاورجنز بتاعت البادي، بالذات السنس اورجنز دي بقى اللي بتحس اول ما يحصل اي حاجه. يبقى انت ازاي بتحس بالسميل؟ ان عندك سنسري ريسبتورز على النوز. طب بحس بالساوند ازاي؟ عندي سنسري ريسبتور على الاير. طب بحس بالطعم بالفود ازاي؟ عندي سنسري ريسبتور على التونج. يبقى السنسري ريسبتورز هي عباره عن نيرفز فاوند ان ديفرنت بارتس اوف بودي، اعصاب موجوده في معظم ايه او اجزاء مختلفه من البودي. ريسبونسبل فور، مسؤول عن ايه؟ ريسيفنج انفورميشن فروم انفايرمنت، هي اللي بتستقبل الايه المعلومات كلها من الانفايرمنت اللي موجوده حوالينا. طبعا هتنقل المعلومات دي توديها لمين؟ البرين، عشان البرين يترجمها. طب هتنقلها عن طريق مين؟ عن طريق النيرفس. يبقى احنا بصوا عندنا كده، يبقى الايه الاورجنز عليها ايه؟ ريسبتورز، سنسري ريسبتورز. سنسري ريسبتور دي هتعمل ايه؟ هتنقل للبرين. طيب هتنقل للبرين عن طريق مين؟ عن طريق النيرفس. يبقى انا السنسري ريسبتورز دي موجوده على اي اورجن؟
الاورجن ده مثلا الاي بتحس باللايت، فلما اللايت يجي على الاي يبقى الريسبتورز بتحس باللايت تبعت للبرين بس عن طريق النيرفز، واند فايس فيرس، والبرين ايه يرجع بعد ما يعمل ترانسليشن يترجم المعلومات ويعملها بروسيسنج كده ويجهزها جوه، يروح مديك الرد يقول لك ده كذا او ده كذا، انت ايدنتيفايد بتتعرف على الحاجات من خلال كده. فور اكزامبل مثلا انت سميل بيتزا، شميت بيتزا، هتعرف منين هي ريحه بيتزا؟ اول حاجه السميلنج، النوز هي اللي بتحس بيه، يبقى عندي سنسر ريسبتور على النوز. السنسر ريسبتورز اللي على النوز تبعت ايه مسج للبرين عن طريق النيرفز، اوكي، ان انا في اودر، في سميل، يروح البرين ايه يرجع بالريسبوند بالرد يقول لها دي ريحه بيتزا، يايدنتيفاي يعني يتعرف على الايه على الحاجات والانفورميشن اللي هي اتبعتت دي. طبعا كل ده بيتم في صوره حاجه اسمها الكتريكال امبلسز. الكتريكال امبلسز اشارات كهربيه، يبقى انا البرين او النيرف سيستم بيتعامل مع مسجز، مع رسائل، وامبلسز يعني اشارات. هنا برضو مديني ابلكيشن كده على انيمال من ضمن الماملز اسمه ديزرت، اسمه جيربوا، اسمه ايجيبشن جيربوا. جيربوا اسمه حيوان الجربوع او اليربوع، ده بيعيش في الديزرت، فهو ديزرت رودنت من القوارض، يعني بيقرقط كده زي الرات، زي الماوس يعني الفار وكده، فهو من الرودنت بيعيش في الديزرت. طبعا هو بيسيرش فور فود ات نايت، يعني هو يعتبر نكتورنال انيمال، يبقى لازم يكون عنده سنسس معين عشان يقدر يتعامل بالليل، فهو سيرش فور اتس فود ات نايت. عنده لارج ايرز، الايرز بتاعته كبيره، وطالما عنده لارج ايرز يبقى ايه، يبقى زي الفينك فوكس كده، تو كول اتس بادي عشان يلوز الهيت، وبتعمل له سوبر سنسنج، سوبر هيرنج، بتخلي عنده السمع قوي جدا، يبقى عنده لارج اير، فبيبقى عنده سترونج هيرنج، لدرجه انه ممكن يسمع الموشن اوف كوايت سنيك، يعني لو في سنيك هادي كده وثابت وبتحرك حركه خفيفه جدا حتى ما بتحركش، الايدز بتاعت الجيربوا كان ديتكت ذا ساوند، بتقدر تجيب الصوت، لان هي لارج اير، فعنده سترونج ايه، عنده سترونج هيرنج. عنده لونج هايند ليجز، الرجول الخلفيه لونج تمام ومتنيه كده، على عكس الرجول الاماميه بتبقى ايه قصيره، عشان كده هو بيعمل هوبينج او بيعمل جامبينج زي الكانجرو، فهو عنده ايه لونج هايند ليجز، يعني هو بيجري بسرعه والكانجرو بيجري بسرعه عشان عندهم لونج هايند ليجز. اللونج هايند ليجز دي هيلب ذم، بتخليهم يقدروا جامب فور لونج ديستانس، جامب او هوب يعني بيقفز. طبعا ده كله ستراكشرال ادابتيشن، ربنا خلقه كده. طيب عنده بقى التوز بتاعته، التوز اللي هي صوابع الرجلين، التوز بتاعته الفيت عندها هير، يعني التوز بتاعته عنده فيت اند توز هاف هير، الصوابع بتاعته فيها هير. ليه فيها هير؟ فيها شعر، تو جريب ذا ساند، يعني عشان يهولد او يمسك في الرمل وهو بيجري، هو بيجري بسرعه فبالتالي ايه ممكن يتزحلق على لسان، فعنده الهير ده تو جريب، جريب يعني يهولد، يمسك في الايه؟ في السان ديورنج جامبنج او ديورنج ايه؟ ديورنج هوبنج وهو بيجري. طيب هو بقى بيجري ازاي؟ بيجري ان زجزاج لاين، يعني بيمشي في شكل، بيجري كده شكل زجزاج، ده بنسميه شكل زجزاج، مش كيرفد يعني، كيرف يعني مثلا السنيك بيمشي كده، لكن هو بيمشي زجزاج، فلما بيمشي زجزاج كده يبقى هو ايه بيران، بيجري في شكل زجزاج، باترن في صوره شكل زجزاج كده، فده بيخليه ان هو ايه السنيك كانت كاتش ات، ما بيقدرش السنيك يوصل له. طيب يبقى ازاي النيرفس سيستم في الجيربو بيتعامل؟ طبعا اول اورجن هنا في الجيربو بيشتغل هو الايه الاير، الاير ديتكتس بتلقط الساوند بتاع السنيك او الساوند بتاع الموشن بتاع السنيك، طبعا الاير هتبعت للبرين عن طريق مين؟ النيرفس. البرين يرسبوند، يرد، بس يرد على مين؟ على الليجز، يروح باعت ريسبوند للليجز ان الليجز ايه جامب، جامب يا ليج، يبقى كده بيبعت على طول الريسبوند، بيبعت لمين؟ للليجز تو جامب ان ايه؟ ان زجزاج باترن او ان زجزاج باس. طبعا الجامبنج ان زجزاج باس ده بقى بيهيفرال ادابتيشن، كده بيجري كده يبقى ده ايه؟ بيهيفرال ادابتيشن. طيب التايم اللي خده البرين عبال ما رد على الجيربو عشان يجري بنسميه رياكشن تايم، وباي ذا واي ده بيكون ليس ذان 1 سكند، يعني اقل من ثانيه عبال ما الايرز بعتت المسج للبرين والبرين عمل ريسبوند عمل رد، ده خد ليس ذان 1 سكند، ده بنسميه رياكشن تايم. رياكشن تايم الوقت اللي خده عشان يبقى فيه رد فعل على الاكشن اللي حصل ده. It is the time taken by body of living organism to respond عشان يرد and react to different information from the environment as danger. time taken by body، التايم اللي بياخده البادي تو ريسبوند عشان يرد تو ايه؟ تو دينجر او تو ديفرنت انفورميشن، على اي معلومه او اي حاجه بتحصل، يبقى التايم اللي خدناه ده اسمه ايه؟ رياكشن تايم، قلنا بيبقى ليس ذان 1 سكند، يعني بيكون رد فعل سريع جدا. لو جينا نشوف كده الايه الفرق ما بين
الريسبوند رد الفعل في حالة الجيربو في حالة الايه؟ في حالة الهيومن. يعني في حالة الجيربو البرين بيرد عليه مثلا لو هو حس بالخطر ان هو بيعمل ايه؟ بيبعت له مسج ان للليجز ان الليجز ايه؟ جامب او هوب ان زجزاج باتر. طب انت بقى هنا مثلا كهيومن وين يو تاتش ايه؟ وين يو تاتش ثورنس اشواك يو ايه؟ يو موف يور هاند كويكلي. يو موف يور هاند اواي ايه؟ كويكلي. لو انت تاتش ذا سباين او سباينز اشواك يو موف ايه؟ يور هاند اواي كويكلي. طبعا ده برضو الرياكشن تايم ده بيكون less than 1 second. في حاجه ثانيه اسمها ريفلكسز اللي هي من ضمنها دي. الريفلكسز اللي هي بيسموها انعكاسات، رد فعل منعكس ده ما بيوصلش للبرين بقى. الريفلكسز دي السباينال كورد هو اللي بيشتغلها على طول. يعني انت مثلا وان يو هوت تاتش هوت سينج بتسحب ايدك بسرعه. اول ما تفتح النور مثلا تروح عينك مبربشه كده بسرعه. دي حاجات البرين ما بتوصلش البرين، ده حاجات السباينال كورد والنيرفس هي اللي بتوصلها على طول، دي بنسميها ريفلكس. اوكي نكمل بقيه الكونسبت ان شاء الله في الايه في الفيديو الجاي. احنا في الفيديو ده اتكلمنا عن النيرفس سيستم وعن السنسز او السوبر سنسز الموجوده عند بعض الانيمالز. نكمل بقيه الكونسبت في الفيديو الجاي.